يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا. شخبارك يا بنيتي؟ الزين هذا الكل ما شاء الله عليك، زين وقد تمشي مع مجرب ابن هذا راس عصابة. نحبه، شو تحب تعمل؟ يا محليقة يا يحبها محليقه بالله تشوف ديما انتما ها؟ شنو هو جاي مستحبه انت للا لهنا وانت العالم الكل يفركس عليك وتلبس تحكي في الاخر معناها كان بشيت يدخل بيك بالكهرباء ويطيحك يجيبك للمركز ملا الحاله ملا الحال. ترى شو اللي مهبلني يعني؟ اللي مهبلني نهز بطاقة تعريفك نعمل في الفيشة اللي قدامي خوان كارلوس واخبار وتلفز نلقاك اسمه قدور والمهنة عمل يومي قدور وامي اسمها عربية. شوف ما نحبش نستعمل معاك الاساليب، اسال عليا قول ربيع انت في مركز قول ربيع هكا المجرم هذاك كبتاع العالم وكذا وف بي اي وذوكم ما يجوش اي قدام. انت خوي تمشي معايا سبيت سبيت نوصلك خويا لبر الامين. حبيتك تستنطح وتعملهم وما نعرفش اللغة ذيك قسما بالله نوريك الويل هايبة. ايش كون عاونك؟ علاش تختف؟ وين تختف؟ منين نجيب في السلعة؟ شكون معاك؟ وحدي. انا معاه. مثلا؟ قلت لك وحدي. قلت لك انا معاه. وين هو وين انا؟ ساقي على ساقه. يا سيدي يا الحب. بالله العلي العظيم وكان اللي عندي انا باقات ولا قضية ما نجيبهاش. اما نبات في الشارع. ها؟ مش بالك قصة حب جاي عندي ما نقول لك لا انا. يا بنتي خطيبك مجرم معاه انت ولا ماكش معاه؟ معاه في كل شيء. ماكش باش تستعرف معناها انت؟ طيب بابا